بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين فيكم، والمنافقين قالوا لكي نعود للمدينة سيخرج لنا الأعز منها الأذل، هم العزاز. وهذا في رأي التوانسة عموما، ولاش بكم اليوم تحت عذاب الله وأنتم لا تفقهون أن الله غاضب عليكم؟ وبعد أنواع وأشكال مازال مش يدب فيكم ملا أمراض ما كانتش في حسبانكم، لأنكم تدعون أنكم عندكم الأطباء وأذكى الأطباء وأمر الأطباء. في الوقت اللي الطبيب في تونس وغير تونس سيرته بالإسلام قليلة إلا من رحم ربنا، وننصح الأطباء من هذا النوع أن يرجعوا إلى فطرة الله ويكونوا أطباء مع أنفسهم بروح نقية وفكر من مستنير ومنير، وبدل من أطعم بحلال وسلوك على مقاييس الإسلام. يعني متى أخذتم واتخذتم رسول الإسلام عليه السلام يعني نموذج لكم؟ قلت لي هو أسوة حسنة. وينكم؟ أنا عشت أشهد على من أساء لرسول الإسلام. قال منين جاي هذا من السياد واللي تعلم على يديهم في فرنسا وغير فرنسا؟ قال وقت اللي ينزل لي الوحي اللي يدعيه، وقت ما أنا يجي هكا حالة من الخوف والاضطراب، يا قليل الحياة، أنت تعرف من هو رسول الإسلام؟ تعرف مقامه عند رب الأنام؟ تعرف اللي هذاك ما هوش كما تدعي مرض نفسي أو عصبي، ما هوش إبيليبسي، ما هوش مصروع النبي عليه الصلاة والسلام، بل يصرعك بما قال ونبه إليه أن الذين سينكرونه ويصيبونه بما ليس فيه، يعني كذبا وبهتانا، هم من أعدائه الذين سيرون العذاب الأليم في الدنيا قبل الحياة البرزخية الذي اسميك، وقبل يوم البعث ويوم الجمع ويوم الحساب. نسأل الله السلامة ولا يجعلنا ندخل الجنة من كل باب.